صالون الابتكار ومهن الفنون هو المحطة الأولى لعائشة في سوق الابتكار في عالم النسيج بعد أن عبرت جل المراحل التي تؤهلها لتبدأ مشروعها الخاص. قريت 3 سنين اختصاص تصميم ملابس وتوا نعمل في ماستر 2 سنه دوزيام اني، دونك حاولت اني نحل المشروع نتاعي الخاص. حاولت في تصميمي الخاص اني نعمل كل قطعه واحده باش هكاك الكليون تكون تلبس كل قطعه واحده بالبرودري خاصه بها. هذا الصالون بفقراته المتنوعه وثراء معروضاته حط رحاله ببرج القلال ليجعل كثيرا من الأحلام حقيقة إذا صقلت الموهبة بالعلم والذوق الرفيع وإتقان التفاعل مع السوق. نعمل توسكي تابلو، توسكي حاجة ريفيزيتي، بانتور نخو لي بو نتاعنا نتاع نابل ونعملهم ريفيزيتي، نخدمهم ونعملهم بانتور نتاعهم. أول مرة نعرض في معرض ونخدم سوغ كوموند للي يحب نعمل له ديما معناتها بيرسوناليزي. حاولنا نخدموا ياسر على البصمه التونسيه على الثقافه نتاعنا. اليوم عندنا سي منجي ويلي بدا امس واليوم عندنا ورشه الخزف، دونك جاب كاريمون الى انستالي ان اتوليي الورشه نتاعو مصغره لهنا بحذانا باش الصغيرات والكبار والزوار الكل ينجموا يشدوا لا ماتيغ ويصنعوها وينجموا حتى يروحوا بها. والتقنية هذه تعلمك التركيز، العمل ما بين الفكري واليدوي، معناها تحاول تنسق ما بين الزوز، وهي عملية تركيز أساسا. وإضافة إلى الورشات الحية احتضن الصالون محاولات جادة للجمعيات التي تعنى بذوي طيف التوحد على طريق إكسابهم مهارات حرفية على غرار مركز الرحمة التابع لجمعية ابن سينا. العمل هذايا اللي قدموه الصغيرات هو بعد عمل سنين من خلال ورشة متعددة الاختصاص. فن الهدف نتاعها الورشة هذه ثم هدف علاجي إضافة إلى الجانب العلاجي، نحبوا ندمجوهم في المجال المهني. صالون الابتكار ومهن الفنون تظاهرة أخرى تدعم الفضاء الثقافي برج القلال كأحد قلاع المحافظة على الهوية والتراث المادي واللامادي.